السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم وسيم. كما عودناكم في كل سنة جبنا لكم خمسة أفضل بي سي بورتابل متوفرين في لو مارشي الجزائري بمناسبة لا غونتخي سكولار و لا غونتخي يونيفرسيتير مناسبين لجميع الطلبة والتلاميذ من فئة سعرية تتراوح من 3 ملايين حتى 10 ملايين لجميع الفئات من الطالب اللي راه يحوس على حاجة بسيطة اللي تلف في كافة احتياجاته الى الطالب اللي يحوس على حاجة يعني تكون قوية وتساعده في جميع اعماله الدراسية والمكتبية والمهنية. اسونسيال ما نطوش عليكم في المقدمة ونخليكم مع الفيديو. بون نبداو باول جهاز في القائمة عندنا لينوفو يوغا 460 460 جهاز مطلوب بكثرة هذه الأيام في السوق. لماذا؟ بسبب أنه سعره يعني راه منخفض مقارنة بالشكل تاعو مقارنة بالخفة تاعو مقارنة بمواد التصنيع تاعو وكذلك المواصفات اللي قدمها. البي سي هذا مزود بالشاشة 14 من بوصة فول اتش دي يعني دقة 1920 تاكتيلي كونفرتيبل 360 افيك ستايلش افيك ان ستيلو يعني راه يتقلب 360 درجة ولي كومن طابلات وتقدر تخدم به كومن بي سي تاكتيل وتستعمل ايضا الستيلو. يجي مع الستيلو يناسب بزاف الجماعة اللي تخدم الجرافيك ديزاين الجماعة اللي تحب ترسم يعني بيزني ما شاء الله من هذه الناحيه. ما مواصفات اللي راه يقدمها رائعه. عندك البروسيسور i5 6 جينيراسيون لا رام 8 جيجا دي دي ار 4 اي لو ديسك ديال عندك 256 جيجا اس اس دي. انا صراحه كان عندي لو بي سي هذا يعني شتو بي سي رائع ما شاء الله. بالنسبه ايضا الكلافي ما نساوهاش كلافي مضيئه يعني تعاونك بزاف في الخدمه في الليل سورتو الناس اللي تسهر سورتو الناس اللي تشتي تخدم في الليل في الظلمه يعني كاين بزاف اللي يتعب يبقى يعني دايه عيني هكا مع لو بي سي. هذا الكلافي تاعو مضيئه ما شاء الله. بالنسبه للسعر تاعو داير 4 ملايين و 900 تقدر تلقاه ثاني اقل قد تلقاه ب 4 ملايين و 200 لانه الاسعار تختلف من مكان الى اخر ومن محل الى اخر. البي سي الثاني اللي في القائمه عندنا لاسير ترابل ميت بي 278 بي سي رائع ما شاء الله. حاجه اللي تميز هذا البي سي سي كل الشاشه تاعو الشاشه تاعو في 17.3 بوص فول اتش دي يعني حجم كبير جدا لانه كاين ناس يعني حوس على شاشه كبيره قال لك نخدم بها قال لك نتفرج بها يعني تجيني اوضح اكبر ساعدني. بالنسبه للبروسيسور اللي راه فيه في i5 6 جينيراسيون 8 جيجا رام مع ديسك دي 128 اس اس دي و 600 اتش دي دي فيه زوج تالي ديسك دير واحد 128 اوتوماتيكمون راح يكون فيه لو سيستيم تحط فيه لو سيستيم لي بروغرام تاعك لانه معروف انه لو ديسك دير اس اس دي بلي رابيد على اتش دي دي بمراحل يعني كي تحط انت لو سيستيم تاعك بلو اس دي دي لو ديماراج تاع لي بي سي راح يختلف يعني يتطور بنسبة 75% يعني اذا كان البي سي تاعك تيشعل في 20 ثانية كي تحط له الاس اس دي حيولي ينشعل في 5 ثواني فقط سورتو من في اللوجيسيال في كل الجبال. و 500 اتش دي دي هذيك مليحة تخليها تريزيرفي فيها لي فوتو تاعك والله الملفات تاعك ولا اي حاجه لانه الاتش دي دي اقل سعرا من الاس اس دي. هذه هي بالنسبه لكارت جرافيك في كارت جرافيك نيفيديا جي تي 920 ام يعني تعاونك تلعب العاب متوسطه يعني ماشي حاجه لي توب سيبر حاجه متوسطه فقط يعني تسلك بها امورك ما شاء الله. يحتوي ايضا ليكتور دي في دي البريز ام داير 5 ملايين. بالنسبة للجهاز الثالث اللي عندنا في القائمة اللي هو لاشبي إيليت بوك 840 جي 3 يعني بي سي ما شاء الله حجمته متوسط ماهوش كبير بزاف ماهوش صغير بزاف 14 بوص فول اتش دي 1920 سي بي يو اللي فيه i5 سيزيام جينيراسيون كيما الاخرين رام 8 جيجا دي دي ار 3 اي لو ديسك دير اس اس دي 256 جيجا ماشي كيما الاخر 128 هذا 256 افيك ان كلافي لي مينو مضيء ويحتوي ايضا في امبرنت ديجيتال يعني تفتحو بلومبرنت كيما لو تيليفون هذا شي كيما الخو دي باسكو هذا فقط عنده امبرنت في لاكوتي تكليكي على امبرنت تفتح عادي خلاص بصمه الاصبع. البري تاعو كيما قلت لكم 3 ملايين و 700. نروحو الان للبي سي الرابع في لا ليست اللي هو غني على التعريف غاشي كامل تعرفو تاع لابل ماك بوك برو 2017 يعني كيما قلت لكم بي سي غني عن التعريف وراه متوفر يعني في الاسواق كاين ناس ما على بالهاش. البي سي هذا الحجم تاعو
يعني صغير نوعا ما. كاين ناس تشتي يعني كيما قلت لكم كاين ناس يشتي بي سي كبير، كاين ناس يشتي بي سي صغير يقول لك انا بلاكسي ساعدني صغير. انا شخصيا يساعدني صغير على يعني نقدر نهزو في لاكاطابل تاعي فازين موم يثقلنيش بزاف، نقدر نستعمله في اي بلاصه نحطه فيه حجرين كوريكت فين نخدم به، نحطه في لاطابل ثاني ما يحكمنيش سباس بزاف. بي سي هذا فيه ان ايكرون 13 بوص افيك ان ايكرون روتينات على ابل 3K دقة 3K، ركز معي 3K حاجة ما شاء الله دقة عالية جدا. البروسيسور اللي فيه i5 الرام 6 جيجا الرام، التخزين فيه SSD 256 لو بلي بروفورمون، يعني حاجة ما شاء الله لا مارك اوريجينال في الكينغستون. لا كلافي لي مينو كيما الاخرين مضيئة، ليطا تاعو تري بيان بيسكي اوتوماتيكمون لو بي سي هذا راه 2017 ما شارك ما كشرحت تصايبو في الجديد في الكارتون، لانه كيما قلت لكم لاني تاعي هابطه شويه. لي بي سي تاع الماك بوك اللي يحب يصيبهم في الكاب اوتوماتيكمون راك راح تلقاهم دي بري غاليين صاحبي، راح تلقاها ب 40 مليون 60 مليون سورتو في لا فيرسيون برو، لانه على بالنا في لي ماك بوك كاين دو فيرسيون كاين الاير وكاين البرو. اير سي مخدوم الاستعمال العادي بوغ كالكان، لو برو سي لو بروفيسيونيل مخدوم بور لو ترافاي بروفيسيونيل. البري تاع هذا لو بيزير راح تلقاه 8 ملايين ونص. دوكا نروحو لاخر جهاز في القائمه اللي هو الدال اكس بي اس 13. كيما راكم تشوفين انا صراحه البي سي هذا عجبني الشكل تاعو ما شاء الله، يعني كي تشوفو فخامه. مواد التصنيع تاعو اللي راهي عباره عن كربون فيبر الومنيوم حاجه ما شاء الله، كيما راكم تشوفوا في الشاشه تاعو ثاني دقه عاليه جدا مع حواف تاعو يعني ماشي جدش حواف يعني هكا كبيره اللي تبشع الجهاز، حواف رقيقه للغايه جايه مع الشاشه هكذا. الشاشه تاعو نبداو بها اللي هي 13 بوص صغير ماشي كبير بزاف، يعني كما قلت لكم يساعد الناس اللي تحوس لابيسي خفيف وصغير. الوزن تاعو مش حاجه بالك فيه ميم با كيلو ولا. ايكرون فول اتش دي وكاين ثاني دي فيرسيون اللي فيهم 4K هذا فول اتش دي. البروسيسور تاعو فيها i7 11 جينيراسيون يعني تقريبا من لي فيرسيون الاخرين، خلاص الفيرسيون الاخرى تاع لي بروسيسور هي i7 دوزيام، هذا i7 11 جينيراسيون. بالنسبه لرام في 6 جيجا دولار دي دي ار 4 4 جيجا هرتز يعني طالع بزاف. ثاني بروسيسور راه 3 بوست تاعو راه 3 جيجا هرتز يعني طالع. التخزين تاعو 62 جيجا اس اس دي، وفي ثانيا كارت جرافيك انتجري اللي هي ليريس اكس او جرافيكس، هذه كارت جرافيك جديده لانه على بالنا بلي ليريس راه يحب تتاحم السوق تاع لي كارت جرافيك، داروا لا كارت جرافيك هذه اكس او جرافيكس تمشي لي جو ما شاء الله روعه، ما تقدر تخدم بها الجماعه اللي تخدم فريلانس باش تخيتي لي بروغرام دو 3 دي ولا لي تاع دو مونتاج كوم لافتر ايفكت لي بريمير اكسيتيرا يمشي ياكم ما شاء الله. كلافي غير تخوي كلاق كيما قلت لكم قبيله مضيئه تعاون الناس تخدم في الليل، وفيها ان ليكتور دومبران ديجيتال وثاني فيه لا نفسي فيه ثاني بليزيور دي فونكسيون كوم فيها دي بورت دو تيب سي اكسيتيرا اكسيتيرا حاجه ما شاء الله يعني. و لي فيرسيون فينال تاع لي بي سي بورتابل ماشي فيرسيون هابطه، لي فيرسيون فينال تاع لي زاني دانيير 2022 2023. المهم هذا هو اللي كان عندي، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ما نطولش عليكم. اللي حب يستفسر على الاسعار ولا حب يدي نصائح والله نخلي لكم حسابي في الانستغرام تقدروا تراسلوني في اي وقت، مرحبا بكم جميعا. مام اللي حب يشري يقدر ثاني يتصل بيا نقدر نزودو ثاني باماكن يشري منهم باسعار موافقه نعاونكم، مرحبا بكم خاوتي. المهم هذا هو اللي كان عندي، اذا وصلت للنهايه ما تنساش تكتب لنا في التعليقات تفاحه باش نعرف بلي راك تابعت الفيديو للنهايه. وهذا هو اللي كان عندي وهيا السلام عليكم.